تعالى والاخيره باذن الله تعالى. هذه مجموعه، شوفوا بغيت نجمع بها واحد المجموعه نتاع الشباب، الشباب مجموعه. شوف غادي نقرا عليكم غير زوج نتاع النماذج نتاع ما يعانيه الشباب ونتكلم ان شاء الله. نتكلم المساله الاولى ان شاء الله 1277 ان شاء الله يا ربي. شوفوا الشباب المعاناه نتاعهم. نعطيكم يعني هذا الأول إن شاء الله رسالة ديالو إن شاء الله تعالى. أغران سالو pour votre amable honneur نهاري. J'aimerais commencer par me présenter. Je m'appelle Flan. Je suis un jeune Canadien d'origine marocain. J'ai 20 ans. Je suis étudiant en génie électrique en télécommunication. Je suis un jeune musulman, juste par croyance au Dieu et au prophète. Je fais plein de choses dégueulasses, comme boire l'alcool, coucher avec des filles, et je viens juste de cesser de manger le porc. Chaque jour, je me sens coupable et j'ai le sentiment que je suis un mauvais être humain. À cesser de manger le porc, hein? À cesser de manger le porc chaque jour, je me sens coupable. À chaque fois que j'essaye de faire une tentative d'intégration à la religion musulmane pour s'approcher au grand Dieu, il y a plein de monde autour de moi qui me reproche en disant que la religion est quelque chose de stupide et la source de la et les troubles entre le monde. يعني الإسلام هو المصدر ديال الله يحفظ ويستر جميع القلاقل في العالم. شو كيقولوا لهم في كندا؟ يقول لهم الإسلام هو مصدر ديال القلاقل في العالم، والإسلام كيقول لهم الله يحفظه ويستر هو يتبعوا غير الناس البلداء. مي جي ان فور سونتيمون كو سي فو، انا ما اعتقدش بشي هادشي اللي راه غلط. جو مو سون تري مال، با كابابل دو دورمير لا نوي، والدليل على اني ما نقدرش ننعس لان كنظل نعس مع الفتيات ونشرب الكول وناكل لحم الخنزير وانا مغربي ومسلم. ولكن à chaque fois que je sors dans le club night, avec les boîtes de nuit, où je fais l'amour avec une copine, où je consomme l'alcool, j'ai ma conscience que me recroche juste après. Je ne fais pas bien. J'ai l'impression que je fais de mal à moi-même. Je veux nécessairement me dériver vers la voie de l'islam, mais je n'ai pas le courage qu'il faut pour le faire. Avec tous les attirances autour de moi qui me poussent d'être un mécréant. يعني البيئة اللي عايش فيها واخا يولي يبغي يولي سيد ربي كلها تجذبه ولا إله للانحراف. لا حول ولا قوة إلا بالله. J'ai demandé à ma mère que me referait-on. المهم le numéro ديالك وداك الشيء. J'ai cherché l'email ديالك sur l'internet afin que tu puisses m'aider à me sortir et avoir le courage de me tenir contre ces attirances. J'aimerais bien que vous pourriez lire mon message et me reprendre dans ce sujet, évidemment, qui est très important pour moi, par me laisser un message ou le lien de vidéo si vous alliez l'élaborer à propos de ce sujet. Car croyez-moi, votre honneur, que plusieurs jeunes musulmans, jeunes musulmans de différentes origines et de différents pays et races comme moi qui ont le même problème semblable. يعني هذا كيحكي على المشاكل اللي كيتوجدوا فيها الشباب المغربي المسلم في كندا. عندي رسائل اخرى من كل اوروبا بحالها، كاين عاودك يعني اخرى يعني هنا بالعربيه، كلهم مجموعه يعني مجموعه كلهم يتحدثون على مساله واحده وهي أن الله يحفظ ويستر البيئة التي يعيشون فيها بيئة خطيرة تجذبهم والعياذ بالله إلى المنكرات، ولا يجدون من يعظهم ولا يذكرهم، ولا يجدون الدروس في المساجد التي تذكرهم، ولا يجدون الحضن الحاني في الأسرة التي تجذبهم، ولا يجدون الإعلام المهم ساكن في مهب الريح، وهم يستغيثون من بعيد أغيثونا أغيثونا. نقول لهذا الناس إن شاء الله أجمعين، اسمع الشباب يا شبابنا في كل مكان، اسمعوا. مخطئ من يعتقد أنكم بعيدين عنا، فأنتم أبناؤنا وأحباؤنا، وإذا لم تجدوا من يحتضنكم فنحن نحتضنكم من بعيد، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نحن إخوانكم، نحن آباؤكم،
نحن نتحرق شوقا لعودتكم إلى الله، نحن لا نريد أبدا لأحد من إخواننا أن يموت على هذه الحالة، نحن لا نريد، نحن نتحرق شوقا ولو وجدنا أن نفجر هذه الحنجرة حتى يصل هذا الكلام إلى كل إخواننا. نحن نحب لكم الخير، نريد لكم ذلك بصدق، لا نريد جزاء ولا شكورا. ولذلك أقول لكم أنتم ما جربتوا وشتوا، أنت يا كتشو بين هاد الناس ومش جبدوكم، ولكن حينما تعود إلى البيت لا تنام، تحرم من النوم. ما معنى تحرم من النوم؟ أن المعاصي كلها والعياذ بالله جيوش شر في قلبك تحرمك لذة النوم. راه الإنسان ما يتذوق اللذة نتاع النوم إلا إذا عاد إلى الله. كيقول لي واحد السيد تاب قال لي يا ابن عمي يا أخ لا دار شرك، كنت ما نعس، كنت ناكل 100,000 في النهار نتاع الرشوة، قال لك وتجيني بحر رعدية وتنوضني، عمره ما نعس في خاطري، عمره ما نعس في خاطري، حتى تركت الحرام وعدت إلى الله وأنا الآن أنام ملء أجفاني. فالنعمة الأولى التي يعطيها الله لمن عاد إليه أن يرزقه السكينة في قلبه والطمأنينة والراحة النفسية، هي جنة العبد في الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، كما قال الإمام ابن تيمية: إنك إذا اصطلحت مع الله شعرت إن شاء الله بأول الفتوحات، وهي أن يطمئن الله قلبك ويرزقك السكينة. ومن يريد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد للسماء. إذا ناس دي خصنا نولي وربي، نولي وربي، علاش؟ الموت كاينة وغادي نروحوا، وشحال قدك تتمتع وتضيع روحك وتقيسك السيدة ويقيسك الالكول يتعالكول الدم ديالك. قول لي أخويا وشحال وشحال غادي تعيش؟ 20 عام 40 عام 60 عام؟ سترحل ونحن نيام، وإذا متنا استيقظنا، نحن نيام وحينما نموت نستيقظ، فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل العالم الغيب الذي كنت تؤمن به بمجرد أن تموت يكشفه الله لك، هذا ملك الموت، هل ملائكة، ها مقعدك في الجنة، ها مقعدك في النار، فتتحسر وتتمنى لو يردك الله إلى الدنيا لكي تعمل صالحا، لكن هيهات هيهات، أنقذ نفسك. ثم إذا بعثنا لابد من الحشر، ثم الوقوف بين يدي الله، ثم الحساب، ولا بد من إعداد الجواب للحساب. اقرأ كتابك يا أخي، 50,000 سنة تقف تحت شو الشمس، عمرو ما قالوها لكم، عبروا الحضارة الغربية وهذا الناس اللي راهم كيديكم اللي بودنوي يقولوا لكم باللي كاين 50,000 عام تحشر عاريا، ثم تدنو منك الشمس، ثم بالعياذ بالله تحترق وتغرق في عرقك حتى تلجم إلجاما. من الذي يقول لك ذلك؟ قالها الله ورسوله، وقالها من بعده من أخلصوا في تبليغ دعوة الله إلى الشباب الحريصين عليهم: لا أولئك الذين يريدون أن يدفعوا بهم إلى مهالك، إلى الانحراف، إلى الخراب. غادي تلقى الله فاعد للسؤال جوابا. ثانيا، إن التوبة بابها مفتوح إلى يوم القيامة، مصراعها بين المشرق والمغرب. لو كان جيب ملء الأرض خطايا وتتوب إلى الله وتندم يغفر الله لك ولا يبالي. ربي زين وحبيب وكريم وارحم الراحمين. يقولك يا عبدي أنا يا شو خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي، ولو كان تعصاني وتولي لي أغفر لك ولا أبالي. قال لك سيد ربي من يخلق السماء، قلت له يا رب يا رب إذن لي أن أساقط كسفا على من عصاك. أريحي. خلق الأرض، قالت يا رب إذن لي أن أنخسف بمن عصاك. ريحي. يا جبال لما خلقها، يا الله إذن لي أن أساقط على من عصاك. قال لهم يا سماء يا أرض يا جبال، أنتم خلق من خلقي، أنا خلقتهم وأنا أعرف بهم، من أطاعني فهو حبيبي ومن عصاني فأنا القريب، إذا رجع إلي أنا قريب. أي خليهم يديروا اللي يبغوا، يفتح لهم ربي التوبة، ربي يتوب على من عاد إليه.
عندك يدخل لك الشيطان يقول لك انت درت المعاصي بزاف ما يتمش عليك. هذا ابليس يبغي يوقف لك في طريق سيدي ربي. لو اتيت السماء وملأت عنانها بالخطايا وذهبت الى ربك تائبا لغفر الله لك. ما تيأسوش، ابليس هو اللي يبعدك. ولكن كي داير الشروط تاع التوبه؟ تندم وراك ندمت. كاع الرسائل اللي قريتها كنحس باللي خوتي الشباب يبكيو. والله العظيم الا كاين هنا شي رسائل الى غيب ذاك اللي كيكتبوا كتستشعر انهم يبكون مساكين. هذا ندم، والندم توبه، ثم تقلع عن الذنب، ثم تعزم على ان لا تعود الى المعصيه ابدا. هذا الشيء كل شيء. ثم تختار ان شاء الله الصحبه الصالحه، ثم ان شاء الله تعالى. هذا نداء للدعاة إلى الله. لماذا ابتعدتم عن الشباب؟ أين دور المساجد؟ أين دور الأسر؟ أين دور الإعلام؟ هذه ستكون موضوع كلمة في ما يستقبل من الأيام، لأن ذنوب هذا الشباب الغافل جزء منه نتحمله نحن. فالله الله كم ابتعدنا عن شبابنا. الله يتوب على جميع وليداتنا ويردهم ردا جميلا. وشحال نفرح منين نصيب هنا راني تبت الى الله تعالى بالدروس، كم افرح. فنسال الله ان يتوب على جميع ربنا وان يردنا جميعا. واستسمح اخانا وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى اعلى واعلم، والحمد لله رب العالمين.